السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا عايز اعمل تجربة عن التورتور تيست اللي هو اختبار التعذيب في الساعة الجي شوك. ان احنا هنجرب النهاردة في الجي شوك ماد مان اللي هي الموديل بتاعها جي 9300 جي 9300. ماد مان دي من الساعات القوية جدا اللي انا في حياتي بحبها. دي ماد مان دي هي من اسمها كده حلو، ماد مان اللي هو رجل الطين. هي ماد ريزيست، فيها يعني بتبقى ضد الطين، ضد الوحل، ضد الاتربه. طبعا فيها بوصله وفيها مد وجزر، وكمان فيها اللي هي التاف سولر اللي هي بتشتغل عن طريق الطاقه الشمسيه. فالنهارده انا عايز اجرب، مش انا جايب الكوبايات كويس فالنهارده انا عايز اجرب ان احنا نحط الساعه في ميه بتغلي ونشوف ايه اللي هيحصل. لو حطيناها في ميه بتغلي مش عارف. كنت قريت قبل كده زمان عن الماكينات اليابانيه والمكن الياباني او الكاليبرز الياباني، وكمان في الجي شوك بالذات ان الساعات، وشفت كمان تجربه يعني حقيقيه، لما الساعه بتحطها في ميه بتغلي الساعه بتفضل يعني مكمله وفي الاخر بتفصل خالص، وبعد كده تبتدي تعمل ريكفري تاني، يعني ترجع تاني. دي انا لسه ما يعني دي زي تك كده ياباني كده او تكنولوجيا يابانيه، دي كده حاجه كويسه. انا ورايا اهو يا جماعه الكاتل بتغلي، يعني انا سايبها دلوقتي لحد ما تغلي علشان الساعه. بصوا انا فكيت الساعه اهي، ساعه ماد مان. انا فكيت ثواني اقربها لكم من الكاميرا اهي، معلش اصل انا اعملها اللي هي الكاميرا اللي في الوش اللي هي الفرونت كاميرا اهي. انا عاملها الكاميرا الاماميه مشغلها اهي. دي ماد مان اهي، الساعه اهي تمام، ومعاها الاستراب اهو، تحطه في الميه تمام. نحطه كده. كنت انا لسه فاكك الساعه تمام. نبتدي بقى نشوف ايه اللي هيحصل لما الميه تغلي. ثواني المايه غلط يا جماعه، انا هوقفها بس ثانيه عشان اشغل الكاميرا الخلفيه، عشان اوريها لكم بتشتغل ازاي. اهي يا جماعه الكاتله اهي غليت وبتطلع نار طبعا. نقفل بقى دي كده نجرب بقى ايه الساعه شغاله. لو تلاحظوا 37 38، هنجرب بقى لما نحط عليها نصب عليها ميه بتغلي. ميه نار يا جماعه، شوف بقى اهي. ونقلب اهي يا جماعه، هي شغاله تحت الميه اهي. خدوا بالكوا اهي الميه بتغلي، بمعنى بتغلي يعني الساعه قاعده في ميه بتغلي. فاحنا عايزين نشوف ايه اللي هيحصل اهي. ثواني نشيلها كده. ايه ده لازم الميه سخنه. ايه اللي هيحصل لما الساعه تغلي؟ ساعة اهي وعمالين نقلبها في المية. اهي لسه شغالة، وبنقلب ونقول لسه بقى نشوف الدنيا هتبقى يحصل فيها ايه. الساعة شغالة زي ما هي. بصوا كده كويس. اصلا ابتدى اللون يروح. تعالى بقى نقلها بقى كده اهي. ابتدى كل حاجه تروح في الساعه، ابتدى الشاشه تروح خالص.
تروح تماما. مضمون. كاسيو 9300. الساعة فصلت للآخر. على فكرة يا جماعة، أنا لما لمست ظهر الساعة دلوقتي نار، ظهر الساعة سخن جدا. الساعة دلوقتي فصلت كهربا تماما، يعني ما بقتش فيها كهربا خالص بالمعنى الحرفي. فايه اللي هيتم كده كده؟ الاستراب اللي هو يعني الساعة في ايدي اهي، كده كده الاستراب اللي هما دولت كده كده مش هتفرق معايا في حاجة، لأن دولت لما يطلعوا هيهدوا ويشتغلوا، عشان كده كده ايه من الريزن، يعني حاجة كده محترمة جدا وشغالة جدا. يا مسهل، انا مش عايز اقطع اي حاجه يا جماعه، مش عايز اعمل مونتاج في الساعه، انا عايز اسيبها لحد ما ترجع تشتغل تاني. يعني انا ولا لابس مايك ولا اي حاجه، يعني ولا في استوديو ولا في اي حته، انا اوريدي دلوقتي في المطبخ، فانا مش عايز ان انا اضيع او اعمل مونتاج في فيديو زي ده. انا عايز اخلي الفيديو لايف على طول لحد تلت ساعة. تطلع ألوان كده عجيبة يعني، بص تلاقي بقع كده على الساعة من فوق. يلا يا مسهل، ابتدي الساعة اهي تنور تاني. يا جماعة أنا فعلا فعلا أنا معايا ساعات كتير، أنا بعشق الجي شوك، بعشق الجي شوك فعلا فعلا. التكنولوجيا اليابانية دي تحفة، أنا بعشق الساعات اليابانية. تلت الساعة ترجع تاني وزي الفل، وابتدت تروح. الله عليك، الله عليكي يا مدمن يا بنت، الله عليكي الله عليكي. ابتدت الساعة اهي، ظهر الساعة لسه سخ، لسه سخ بس ابتدت تروح. ابتدت الساعة تروح اهي، نحطها بس في المية ونغسلها. نفتح بس دي شوية كده، نأسف لبشاعة المطبخ، نأسف بجد بجد، بس معلش التجربة، يعني التجربة معلش خلتني لازم أعملها. المكنة طلعت قماش يا رجالة، مكنة طلعت مش لتلاحظوا عند الساعة 19 كده، بص في بقعة كده، هل البقعة دي بقى على طول ولا هتروح؟ ابتدت تروح، راحت. ابتدت تروح. طيب ادي الساعة اهي يا جماعة، ابتدت تروح، مفيش أي حاجة ديها. طب ممكن بس امسحها بس في التيشيرت، بحيث بس ايه اوريها لكم هي ايه بعد ما طلعت. الله ينور، اهي الساعة ما بتاكلتش. دي بقى فايدة الريزن، الباك اللي ورا ده كله عشان يغطي من الطينة، دي فايدة المادة اللي مصنوعة منها الساعة اللي هي الريزن او المادة الخارجية. ساعة يا جماعة تحفة بمعنى تحفة تحفة، سوري نوسع كمان، ساعة تحفة بمعنى تحفة. اتمنى اتمنى يا جماعة اتمنى، لو الفيديو عجبكم اتمنى تشاركوه بين الناس، وتعملوا لي لايك وسبسكرايب، وما تنساش تشاركوني بقى ودعمكم بقى يا جماعه. يلا بقى عايزين كومنتات بقى، وعايزينكم تفاعلات بقى، يلا بقى يا جماعه. شكرا جدا ليكم، وكان معاكم محمد تحسين من المطبخ، مطبخ البيت، من قناه سرشاجي طبعا. شكرا ليكم يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.